أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم من برنامج اتجاهات الصحافة ونطالع فيها. الحوار الليبي موافقة مبدئية وانتظار للنتائج. السياسة الدولية تجاه ليبيا بين النوايا والتقصير. داعش ليبيا ونماذج مقاومته في ظل التحديات. نناقش هذه الموضوعات وغيرها مع ضيفنا عبر سكايب من القاهرة أستاذ النظرية السياسية الدكتور بسيوني الخولي. سيد بسيوني رحب بك معي في حلقة اليوم. أهلا بك ومشاهدينا الأعزاء، كل عام وأنتم بخير. يتابع المراقبون للشأن الليبي باهتمام الجلسات الأخيرة للحوار الوطني في الصخيرات المغربية، وفي الوقت الذي يبدي فيه البعض تفاؤله، لا سيما في ظل وجود اتفاق مبدئي على مناقشة المقترح الأممي الأخير، يشير آخرون إلى التعقيدات الموجودة في المشهد الليبي التي قد تعقد الوصول إلى توافق جماعي. تطرق الكاتب عزيز اليعقوبي في مقال على موقع رويترز إلى استئناف الأطراف المتناحرة في ليبيا محادثات السلام برعاية الأمم المتحدة في المغرب بمرحلة حاسمة حول تقاسم السلطة الذي يعتبره المفاوضون أفضل فرصة لتحقيق السلام. وأشار الكاتب إلى أنه بعد 4 سنوات من الإطاحة بنظام معمر القذافي، يسعى الغرب والقوى الإقليمية إلى إيقاف القتال بين الحكومتين المتنافستين سعيا للسيطرة على البلد ونفطه. ونقل كاتب المقال عن الباحث في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ماتيا توالدو قوله: إن الأمر يبدو معقدا كما كان دائما، ولكن هناك حاليا حل يأخذ بعين الاعتبار المضاعفات، إذ لا يمكن أن يدوم وقف إطلاق النار على المستوى المحلي في ظل غياب اتفاق وطني. تطرقت صحيفة البيان الإماراتية إلى الجولة الجديدة من محادثات السلام بين الفرقاء الليبيين المتنازعين برعاية الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات المغربية. وأشارت صحيفة البيان الإماراتية إلى مطالبة المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون من أطراف النزاع الليبي المجتمعين في المغرب توجيه ما عبر عنه برسالة أمل، وأعرب عن ثقته في توقيع اتفاق بشأن حكومة وحدة وطنية خلال أيام. وأشارت اليومية الإماراتية إلى أن الجانبين وافقا من ناحية المبدأ على المسودة، لكن ما تزال الخلافات قائمة بشأن سلطات المجلس الثنائي وشرعية مجلس النواب والجهة التي سيتبعها قائد القوات المسلحة الوطنية. أذكر مشاهدينا الكرام أن ضيفنا الكريم يحدثنا عبر سكايب من القاهرة أستاذ النظرية السياسية الدكتور بسيوني الخولي. سيد بسوني، الكاتب اليعقوبي فيما قاله على وكالة رويترز وصف المرحلة التي دخلها الحوار بين الأطراف الليبية بالحاسمة. في رأيك ما النتائج المتوقعة من هذه المرحلة تحديدا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالفعل هذه مرحلة حاسمة في مسيرة الوفاق والتوحد الليبي، ونتوقع في هذه المرحلة الحاسمة أن تنتهي بإذن الله باتفاق على حكومة وحدة وطنية ووضع خارطة لهذه الحكومة تتبعها خطوة بخطوة حتى تصل إلى بناء الدولة وبناء النظام السياسي. وكلنا أمل، لأن هناك اتفاق مبدئي على مشترك عام هو الذي اتفق عليه الطرفان. أما فيما يتعلق بالتفاصيل، إذا كانت هناك خلافات فنتوقع أيضا أنها سوف تحسم خلال مرحلة المفاوضات الحالية. طيب، قبل الذهاب والحديث عن الحكومة الوحدة الوطنية، هل الأطراف المعنية بالحوار تدرك جيدا مدى حساسية هذه المرحلة من عمر المفاوضات برأيك؟ مؤكد، وهذا هو ما يدعونا إلى التفاؤل في هذه المرحلة، لأنه قد تبلورت جملة من المعطيات رسخت في أذهان المتفاوضين. أول هذه المعطيات أن الشعب الليبي بدأ يضج بالشكوى وبدأ يرفع صوته بضرورة الاتفاق على حكومة وحدة وطنية وضرورة رأب الصدع بين الأطراف. المعطى الثاني أن هناك ضغط من المجتمع الدولي من أجل إحراز تقدم في هذه المفاوضات. المعطى الثالث أن القوى الإقليمية بالفعل بدأت تكف يدها عن التدخل في الشأن الليبي،
وتبلورت لديها قناعه ايضا بانه لا بد من التوافق داخل الارض الليبيه على حكومه وحده وطنيه، ولا بد من اقامه دوله، ولا يمكن لاحد الاطراف ان ينتصر على الاخر. طيب، بحسب صحيفة البيان الإماراتية، فإن المبعوث الأممي يعرب عن ثقته في توقيع اتفاق بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال أيام فقط. فعليا سيد بسيوني، هل من الممكن حدوث ذلك؟ من الممكن جدا، ومن المتوقع أن تنتهي الأيام القليلة القادمة قبل عيد الفطر المبارك إن شاء الله باتفاق بين كل الأطراف، يثلج صدر المتابعين ويثلج صدر الشعب الليبي، وتكون هذه هي البداية للانطلاق إلى ما نرجوه لليبيا إن شاء الله. طيب، صحيفة البيان أيضا تطرقت إلى أوجه الخلاف بين الطرفين، وتتمثل هذه أو هذا الخلاف يتمثل في سلطات المجلس الثاني وشرعية مجلس النواب، وكذلك الجهة التي سيتبعها قائد القوات المسلحة. هل هذا الخلاف يعيدنا إلى المربع الأول من المفاوضات؟ هذه القضايا هي قضايا تفصيلية، وهي ليست مسائل معضلة فيما يتعلق بالاتفاق، ولن تعوق الاتفاق طالما أن هناك مشترك عام. داخل هذا المشترك العام، في إطار هذا المشترك العام، يمكن تحوير ويمكن تطويع هذه الإشكالات وتحويلها إلى قوة انطلاق، ولن يتم لن يكون هناك خلافا كبيرا حول هذه القضايا، سوف تحسم باتفاق الأطراف إن شاء الله. نعم، تبقى معي سيد بسيوني في المحور الثاني وأنتم مشاهدينا. يرى محللون أن ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية بات لاعبا أساسيا في ليبيا إثر حضوره في عدد من المناطق في البلاد، مسببا اضطرابات على عدة أصعدة. وقابلته وفق محللين ثلاث نماذج لمقاومته أو لمقاومة وجوده. يأتي ذلك في الوقت الذي تعيش فيه المنطقة المحيطة بليبيا ظروفا يرى كثيرون أنها تساعد على انتشار التنظيمات المتطرفة وتوسيعها. ألقى الكاتب والباحث الليبي هشام الشلوي في تحليل على موقع الجزيرة نت الضوء على التشكيلات المسلحة التي ظهرت في ليبيا لمقاومة ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية، مشيرا إلى وجود ثلاثة نماذج، وهي النموذج الانقلابي، نموذج مصراتة الوطني، ونموذج درنا الإسلامي. وقال الشلوي في تحليله إنه منذ نوفمبر من العام الماضي ظهر تنظيم داعش لاعبا أساسيا في ليبيا، وانتشر في مدن درنا وبنغازي ووجه ضربات مؤلمة وسيطر على مبان حكومية واغتال شخصيات لا تتفق معه في إيديولوجيته الاصطفائية. ولكن منذ ذلك الوقت أيضا ظهرت نماذج لمكافحة انتشاره وتوسعه، بعضها انقلابي والآخر وطني والأخير إسلامي صرف. وذكر الشلوي أن ظهور خليفة حفتر على مسرح الفعل السياسي والعسكري الليبي مثل لحظة فارقة في تطور الأحداث في ليبيا، لأن جماعته ليست حركة انقلابية محلية ذات عمق اجتماعي وسياسي صرف، بل كانت بالأساس استنساخا للتجربة نجحت في الجوار المصري. ذكرت منظمة انترناشونال كرايسيس جروب في تقرير أن منظمة الساحل الإفريقي تأثرت كثيرا بالأعداد الكبيرة للمتطرفين الجهاديين والأنشطة غير المشروعة، بما في ذلك تجارة الأسلحة والاتجار بالبشر التي توفر حوالي 3.8 مليار دولار سنويا. وأشارت المنظمة إلى أنه مع سهولة اختراق الحدود وضعف الحكومات وارتفاع نسبة البطالة، تزدهر الشبكات الإجرامية في منطقة الساحل فزان جنوب ليبيا والنيجر وحوض بحيرة تشاد من جهة الجنوب. وتشير المنظمة إلى أن احتمال تحقيق الاستقرار في المنطقة يبقى ضئيلا ما لم يتم الاعتراف بالأسباب العميقة له، كالفقر والتخلف وعدم تحصيل عدد كبير من الشباب ما يكفي من التعليم أو نقص الوظائف وغياب الولاء الحقيقي للدولة. ويرى الكثير من الشباب أن الهجرة تعد مستقبلهم الوحيد. سيد بسيوني، من خلال متابعتك لما يجري في ليبيا، هنا الباحث الشلوي رأى في تحليله على الجزيرة النت أن هنالك ثلاث قوى تشكلت وظهرت لمكافحة داعش، وثلاث نماذج بالأحرى، وهي نموذج مصراتة الوطني، ونموذج
أيضا درنا الإسلامي ونموذج الانقلابي بحسب وصفه. ما رأيك في هذا التحليل بداية؟ بداية أنا لا أتفق مع كاتب المقال في اعتبار داعش أو تنظيم الدولة لاعب أو فاعل في داخل ليبيا. هو عبارة عن التوصيف الدقيق الحقيقي، هو عبارة عن معطى مؤقت مؤثر في الأحداث إلى حد ما، ولكنه ليس فاعلا وليس لاعبا في الساحة الليبية إطلاقا، وهذا كلام مرفوض شكلا وموضوعا. الأمر الثاني أن النماذج الثلاثة التي تحدث عنها الكاتب لا تصلح جميعها لمواجهة هذا التنظيم، ولكن ما يصلح لمواجهة هذا التنظيم هو التكتيل والتوحد الاجتماعي المنطلق من قاعدة شعبية والمنطلق من قاعدة سياسية من خلال دولة وجيش وطني يتمكن من التصدي لهذا التنظيم واستئصال شأفته في الأرض الليبية على الإطلاق. هذا هو التوصيف الصحيح وهذا هو التوصيف الدقيق للأمور. نعم، طيب أتحدث هنا عن النموذج الانقلابي، هل يقصد به قوات حفتر؟ مؤكد هذا ما لمحته من مقصد الكاتب، يقصد به ما يعرف بقوة الكرامة أو حركة الكرامة أو ما إلى ذلك. وأعتقد أن المواجهة الحقيقية لم تتم حتى الآن بين هذه الحركة الانقلابية وبين التنظيم. نعم، طيب هنا أنت لا يعني في البداية قلت أنني لا أتفق مع ما وصفه الكاتب بأن داعش يمثل أو أصبح لاعبا أساسيا في المشهد الليبي وأنه بات واضحا وعلنيا، لماذا؟ التنظيم موجود على الأرض الليبية لكنه لا يؤثر كثيرا في الأحداث، هو ممكن أن يستخدم كوسيلة ضغط على الأطراف، يمثل خطورة محتملة أو خطورة متوقعة على الأطراف كي تتفق على مشروع الوحدة الوطنية أو الحكومة الوطنية، لكنه لا يعتبر لاعب، ليس هناك من يعول على تنظيم الدولة في ليبيا، كل الآراء وكل السلوكات الدولية من الإقليم ومن العالم تريد أن تستأصل شأفة هذا المؤثر أو هذا المعطى، فكيف يكون معطى يستأصل والجميع يأمل في إزاحته ويكون لاعبا أو يكون مؤثرا بشكل كلاعب أو فاعل؟ هذا طبعا تصنيف غير دقيق. طيب سيد بسيوني، منظمة International Crisis Group ذهبت إلى أن الأسباب الحقيقية وراء تنامي الفكر المتطرف في منطقة الساحل الأفريقي على وجه الخصوص هو الفقر، وأيضا تحدثت أيضا عن ارتفاع نسبة البطالة وأنها تعد عاملا أساسيا في توجه الشباب إلى التطرف الجهادي أو الديني، هل تتفق معها في التحليل؟ يا أستاذتي الفاضلة، هذه المسائل وهذه القضايا معروفة منذ زمن طويل ومعروفة أيضا للأنظمة الاستبدادية التي أطيح بها من خلال ثورات الربيع العربي. هذه قضايا قدمت فيها رسائل ماجستير ودكتوراه ونوقشت في كتب كثيرة. بالفعل التخلف والجهل والفقر الموجود في هذه المناطق هو الأساس الذي يدفع الشباب العاطل الذي لا يجد ما يشغل فكره أو سلوكاته من خلال الانضواء تحت تنظيمات متطرفة وتحت أفكار غير واقعية، وكل هذا معروف ومعلوم، هذه حقيقة موجودة. الآن على الحكومات الجديدة التي سوف تأتي في دول الثورات العربية أن تتدرك ذلك، لا تبحث في الأسباب لأنها معروفة، ولكن تبحث في الطروحات الجديدة التي تحل هذه الأزمات وتسويها بشكل منطقي وبشكل منهجي وبشكل علمي. طيب أنت قلت أن لابد على الحكومات الجديدة أن تعترف بها ومعالجتها، يعني في رأيك كيف ستتم هذه المعالجة؟ هل ستتم عن طريق المجابهة والمواجهة أم عن طريق مثلا زرع أفكار جديدة وبناء مثلا تعليم على أسس جديدة؟ الحكومات الجديدة ينبغي أن تأتي بثقافة سياسية جديدة هي المواطنة وحب الوطن والتفاني من أجل ولاء للدولة وليس ولاء لأي شيء آخر. والولاء للدولة ماذا يخلقه؟ يخلق الولاء لدولة والولاء للكيان السياسي أن تكون جزءا من هذا الكيان. كيف أكون جزء من هذا الكيان؟ أن أشعر أني أتملك هذا الكيان، أن لي نصيب في هذه الدولة. الآن
الثقافة السياسية الجديدة الذي ينبغي أن تنتشر عن طريق هذه الحكومات الجديدة، تكرس هذه الأفكار وتجعل الشباب يتملكون الدولة، تجعل الشباب يتملكون المناصب، تجعل الشباب يسيرون في ركب الإبداع فيما يتعلق ببناء الدول، والإبداع فيما يتعلق بالتقدم والتحضر. هذه هي الحقيقة والتي ينبغي أن نضع أيدينا عليها وننطلق منها في كل دول الثورات العربية. طيب، ستبقى معي سيد بسيوني وأنتم مشاهدينا في المحور الثاني. يتكرر الحديث عن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا تجاه ليبيا، لا سيما فيما يتعلق بالتدخل العسكري في 2011، وذلك وسط إشارات إلى الأخطاء التي قامت بها هذه الدول ونواياها الحقيقية تجاه الملف الليبي، حيث يسلط البعض الضوء على القصور في التعامل مع القضية الليبية من حيث عدم إعداد خطة إلى ما بعد 2011. ذكر عضو مجلس الأعمال الليبي الأمريكي عماد الدين منتصر في مقال على موقع انترناشنال بوليسي دايجست أن أي مراقب عادي يرى أن السياسة الخارجية الأمريكية عادة ما تكرر نفس الأخطاء، لعل أبرزها الفشل في إعداد خطة لما بعد الإطاحة بالأنظمة، وأظهرت أنها لا تبالي بذلك وأنها غير مستعدة. وأشار كاتب المقال إلى أن هذا التمشي كان مكلفا في أفغانستان والعراق وسوريا والآن ليبيا، وما يثير الإحباط أن هذا القصور كان معلوما داخل واشنطن وخارجها، فالجميع يعلم ضرورة إعداد خطة لليوم التالي، ولسوء الحظ قد يكون هذا متأخرا جدا لأماكن مثل ليبيا. ويرى الكاتب أنه يجب على الولايات المتحدة وحلفائها إن تعثرت خطة الأمم المتحدة أو رفضت المساعدة على إنشاء مناطق منزوعة السلاح حول منشآت البنية التحتية الرئيسية مثل النفط والمياه والكهرباء والإمدادات الغذائية وخطوط التوزيع. ذكرت المجلة الإيطالية لوك أوت أن التحقيقات بشأن مقتل السفير الأمريكي في بنغازي كريستوفر ستيفنز أظهرت دور فرنسا في الثورة الليبية والأهداف الحقيقية وراء سعيها للإطاحة بنظام القذافي. وأفادت المجلة الإيطالية أنه وفق الوثائق التي تم العثور عليها في البريد الإلكتروني لوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، قامت الحكومة الفرنسية باتصالات مع قيادات ليبية معارضة لإبرام صفقات لصالح الشركات الفرنسية مقابل الدعم المالي والاعتراف بهم. وذكرت المجلة أن تحقيقات الكونغرس الأمريكي بشأن مقتل السفير الأمريكي في أحداث بنغازي من قبل عناصر جهادية ليبية كشفت عن وثائق تظهر الخلفيات والأهداف وراء حملة قوات حلف شمال الأطلسي ضد نظام معمر القذافي سنة 2011. سيد بسيوني، هل تتفق أن السياسة الخارجية الأمريكية عادة ما تكرر نفس أخطائها، ولربما أبرز هذا الفشل هو إعداد خطة لما بعد الإطاحة بالأنظمة كما ذهب موقع International Policy Digest الأمريكي هنا؟ لا ينبغي أن نحط من قدر التدخل الدولي من أجل دعم الثورة الليبية والإطاحة بنظام استبدادي في ليبيا. وأنا أقول وأؤكد هذا، وكنت ربما شاهد عيان ومشارك في قدمت مجموعة من التقارير ومجموعة من الدراسات من الدول الأوروبية وحتى من الولايات المتحدة الأمريكية وهي موجودة الآن، كانت تتحدث عن ما بعد القذافي، كانت تتحدث عن البناء السياسي، كانت تتحدث عن إعادة الإعمار الاقتصادي، كانت تتحدث عن إعداد المجتمع الليبي وما يعرف بالمجتمع المدني، كان هناك حديث عن الجيش الوطني والأمن، كل هذا تمت عملية توزيع أدوار بين قوى معينة تقوم بهذه المسائل، هذا بالفعل كان موجود. ولكن في الحقيقة ما حدث أن كان الثورة المضادة في ليبيا أو مضادات الثورة في ليبيا كانت أسرع في التقاط الخيط، ولم تمكن المجتمع الدولي حقيقة من أن يوزع الأدوار بشكل دقيق ويبدأ في عملية البناء داخل ليبيا، فبدأت عمليات الاستقطاب
وبدأت عمليات التسليح لجماعات معينة، وحدث ما نحن عليه الآن. فأنا لا ألحي باللائمة تماما على المجتمع الدولي، ولكن لابد أن نعطي الداخل الليبي قسط كبير من المسؤولية فيما يتعلق بما آلت إليه الأحوال في الوقت الراهن، وهذه الحقيقة بشكل دقيق وبشكل منهجي. طيب سيد بسيوني، المجلة الإيطالية لوك أوت تعود وتفتح ملف حادثة مقتل السفير الأمريكي ستيفنز في بنغازي 2011، وتربطها مع أهداف فرنسا وراء سعيها للإطاحة بالقذافي. بداية، لماذا هذا الربط في المقال؟ حقيقة الجميع كان يسعى للإطاحة بالقذافي. أوروبا كلها كانت تسعى للإطاحة بالقذافي. الولايات المتحدة الأمريكية رغم أنها تلكأت في بعض المراحل، إلا أنها كانت تسعى أيضا للتخلص من القذافي. على مستوى الإقليم الجميع كان يسعى إلى التخلص من القذافي. لكن الربط بين فرنسا وبين هذا الحدث ومقتل السفير الامريكي، انا لا ارى ان له داعي او انه مؤثر في التحليل او في سياق التحليل فيما يتعلق بالاحداث في ليبيا. طيب، المجله الايطاليه لوك اوت ايضا ذكرت ان الحكومه الفرنسيه كان لها اتصال مع قيادات ليبيه معارضه للقذافي، وذلك لابرام صفقات لصالح شركات فرنسيه ومقابل الدعم المالي والاعتراف بالجهات المعارضة للقذافي. كيف تعلق على ذلك؟ وأيضا هل يعني السياسة الفرنسية تشير إلى حدوث ذلك بالفعل؟ هذه الأحداث وهذه التطورات فيما يتعلق بالاتفاق بين أطراف خارجية دولية وإقليمية وبين المعارضة الليبية كانت واضحة للعيان. كانت المعارضة الليبية تعمل في الولايات المتحدة الأمريكية، كانت تعمل في بريطانيا، كانت تعمل في فرنسا، كانت تعمل في دول الاتحاد الأوروبي بشكل عام، كانت تعمل في بعض الدول العربية أيضا. فهذه لم تكن قضايا خافية ولم تكن قضايا مخابراتية، كانت معلومة للجميع. وعندما قامت الثورة المعارضة بدأت تأتي أو تستقطب إلى الداخل لكي تكون فاعلا في ترسيخ الأمور وإنجاح الثورة. هذا الحدث موجود، وليست فرنسا لوحدها التي كانت تفعل ذلك، كانت هناك دول كثيرة تفعل هذا الأمر وتتفق اتفاقات معينة مع أطراف من المعارضة الليبية. لكن فيما يتعلق بعملية الإغراءات التي قدمت كانت أيضا موجودة على مستويات كبيرة، وكما قلت في بداية اللقاء أن هناك كان توزيع أدوار، منها ما هو خفي ومنها ما هو ظاهر، لعملية إعادة البناء وعملية الاستفادة من إعادة البناء في ليبيا لشركات فرنسية، لشركات أمريكية، لشركات أوروبية كثيرة. وكانت هناك أحاديث وكانت هناك تقارير منشورة في هذا الإطار. فهذه القضايا ليست خافية، يعني كانت معروفة ومعلومة وكنا نتابعها بشكل دقيق. ولكن هنا لماذا المجلة الإيطالية لوك أوت يعني ذكرت هذه القصة وكأنها عملية مقايضة بين الاعتراف وبين أن تعطونا مثلا أشياء أو مصالح في ليبيا؟ لماذا ذهبت إلى هذه الصيغة يعني؟ نعم، هذا لأن أوروبا كانت تتنافس على الحصول على موطئ قدم وعلى عملية دفع للشركات الأوروبية على الأرض الليبية لكي تعمل. لأنه ينبغي أن نعلم أن ليبيا لن يخسر فيها المجتمع الدولي مليما، إذا خسر مليم فسوف يحصل على 10. ليبيا دولة فيها موارد ودولة غنية، من يدخل إلى ليبيا لإعادة البناء سوف يكسب وسوف يربح. فلا نتصور أن ليبيا هي اليمن، ولا نتصور أن ليبيا هي دولة أخرى كهي الصومال. ليبيا دولة غنية، من يدخل لإعمار ليبيا سوف يستفيد، وهذه قضية معلومة. المسألة ستكون عبارة عن تبادل مصالح. فالشركات الأوروبية كانت تتنافس، وكانت تتنافس علنا وتتنافس أيضا سرا، فكانت تختلق مثل هذه القضايا شبه المؤامراتية لكي نكاية في الشركات الأخرى. هذا كان معروف. وبهذا وضحت فكرتك سيد بسيوني، أشكرك جزيل الشكر. ضيفنا عبر سكايب من القاهرة أستاذ النظرية السياسية الدكتور بسيوني الخولي، شكرا لك. ننوه مشاهدينا إلى أن إنتاج هذا البرنامج يكون بمعاونة المرصد الليبي للإعلام. تقبلوا تحيات فريق البرنامج وتحياتي أنا بالطبع غالية بوزحكوك. في أمان الله.